نظم الملتقى الثقافي مؤخرا في محافظة الأنبار أمسية شعرية حملت عنوان الرمادي بحضور جمع غفير من الشعراء والأدباء والمثقفين. ويؤكد القائمون أنهم يهدفون إلى لم شمل الفئات المثقفة في الأنبار، إلى جانب جهودهم المبذولة لإرسال رسائل شكر وسلام إلى العالم بأسره. نتابع معا بعض من لقطات هذه الأمسية. فكر بيت عاد زهون وياي، وخذ قاع وتراب وماي شطي. حضر شعراء الأنبار الشباب والرواد هنا، وحضر أكثر الروادنا من الصحفيين، حضر الدكتور أحمد الراشد نقيب الصحفيين، وكل رواد الثقافة والصحافة في الأنبار. واليوم لنا وقفة بعد التحرير، لنا وقفة لنعيد ونعمر، يعمره الأخيار ما خربه الأشرار. أصعد إلى الهوى استثناء، أصيل وصيتي أنباري، أغيط يتلولع على ضرب الأبرض المجبور يمشي مدنق وخايف. الأنبار هم اليوم أرسلوا رسالة بأنهم ضد الإرهاب، بأنهم مدينة السلام، بأننا نعمل لتغيير النظرة الذي ينظر لها البعض، بأن الأنبار حاضنة لداعش، الأنبار حاضنة للعلم، حاضنة للأدباء، حاضنة للمثقفين. علي هموم صارت فرحة ديك الشاد هالملقاك، علي استفحلت ديك الديال السود. أناشد جميع المسؤولين في الدعم الكبير للشباب المثقفين والمتعلمين من أجل أن نخلق شباب مثقف علمي جديد بعيد عن إرهاب داعش وبعيد عن التطرف في هكذا أعمال. وقش من روح أقولا بالقلب موجود، أحوك خيوطك وما أوصل المكباك. حضرنا هذا الملتقى الثقافي في مدينة الرمادي، وهذا التجمع الكبير لشباب هذه المحافظة بعد أن أخذت المنظمات والملتقيات الثقافية دورها في إعادة الروح الثقافية لهذه المدينة التي خرجت الكثير من المبدعين، وكان لها أسماء كبار مثلوا العراق في داخل العراق وفي خارج العراق. نتمنى أن تستمر هذه الحركة الثقافية في إعادة الروح لها مجددا، والابتعاد عن كل المناكفات السياسية والحياة التي مثلت ودمرت محافظة الأنبار ومدينة الرمادي.